افتتح يوم أمس بمدينة طنجة مشروع ابن بطوطة مول، وذلك في إطار التطور الذي تعرفه المدينة. عرف الافتتاح حضور السيدة الأولى في عالم التجارة والأعمال سلوى أخنوش مرفوقة برئيس جهة طنجة إلياس العمري، وكذا تغطية لعدد من وسائل الإعلام المحلية. سيساهم في الإنعاش الاقتصاد على مستوى الجهة. اليوم هذا المركز كيخدم ما يناهز 300 واحد يد عاملة مباشرة من غير يد العاملة الغير المباشرة، كما أنه سيساهم من غير فرص الشغل غيساهم في التنشيط الاقتصادي على مستوى الجهة، وغيساهم في جلب الاستثمارات الأخرى إلى الجهة. هذه الشركات العالمية تقوم فيها موجة وحضور الدراسة ديالهم، شافوا المواصفات وشافوا كل شيء، وحضور ثقة بالمشروع، ثقة في طنجة، ثقة في الشباب في طنجة، والحمد لله. استراتيجي بالقرب من ساحة الأمم يقع المركز التجاري ابن بطوطة، تبلغ مساحته 14,000 متر مربع، وتوجد به 26 وحدة بيع وأيضا محلات تجارية لـ20 ماركة عالمية. الشباب عندهم مؤهلين وعندهم شواهد عليا، وجات الفرصة هذه بأنهم يشتغلوا مع هاد لونسين مع شركات عالمية. نتمنوا أنهم يستفدوا من هذا النوع ديال العمل، وحتى يمكن حتى حنا غادي قررنا باش نستمروا أننا غادي نقوموا بمشاريع أخرى داخل طنجة في المدن في الشمال. هذا المشروع أزيد من 500 منصب شغل لشباب مؤهلين، ويعتبر هذا المشروع تشجيعاً على استقطاب مشاريع وطنية ودولية بمدينة طنجة.